اللبن ومنتجات الألبان يعتبر من المصادر الأساسية للكالسيوم والفيتامين دي والبروتينات بالنسبة للحوامل، بس لو عندك أي حساسية من اللبن أو ماشي على دايت نباتي أو مش بتحب طعم اللبن، النهاردة في الفيديو ده مع سوبر ماما هنقولك على بدايل تاخديها بدل اللبن، بس طبعا لازم ترجعي للطبيب المعالج أو أخصائي التغذية عشان تعرفي تعوضي الكميات اللي انت محتاجاها بالظبط. اول حاجه محتاجه تعوضيها هي الكالسيوم. الحامل بتحتاج نسبه عاليه من الكالسيوم عشان تقويه عظامها واسنانها وكمان عظام واسنان طفلها، عشان كده ممكن تعوضي الكالسيوم ده عن طريق الورقيات الخضراء زي السبانخ او الجرجير او البروكلي او حتى عصير البرتقال، بس برضو لازم تتاكدي انك بتاخدي الكميه الكافيه، ولو حاسه انك بتاخدي كميه قليله من الكالسيوم خلال اليوم ممكن تكمليها عن طريق المكملات الغذائيه حسب توصيه الدكتور اللي انت بتتابعي معاه. تاني عنصر غذائي موجود في اللبن ومنتجات الالبان هو فيتامين دي، وده مهم جدا لامتصاص الكالسيوم في العظم، فبالتالي يقوي العظم والاسنان ليكي ولطفلك. حاولي على قد ما تقدري تتعرضي للشمس لان هي مصدر اساسي لفيتامين دي، وحاولي تاكلي اكلات فيها فيتامين دي بنسبه عاليه زي البيض او الفاصوليا الخضراء، وبرده ممكن تاخديه عن طريق المكملات الغذائيه حسب توصيه الدكتور اللي انت بتتابعي معاه. اخر حاجه حاولي تعوضيها لو مش بتاخدي اللبن او منتجات الالبان هي البروتين، وده ليه مصادر كتير زي اللحمه او الفراخ او الاسماك او البقوليات زي الفول والعدس، حاولي تدخليه على الاقل 3 مرات في اليوم عشان تاخدي كميه البروتين الكافيه اللي انت محتاجاها خلال اليوم. دي كانت بدائل اللبن ومنتجات الالبان، بس لازم تعرفي ان في دراسات كتير اثبتت انك لو مش بتاخدي اللبن بكميه كافيه اثناء الحمل ممكن ياثر على وزن البيبي بعد الولاده. ولو عندك اي سؤال ما تنسيش تبعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك.